الذين اقتلوا ظاهرا وارفعنا لك ذكرا فإن بعد السيوس فإن بعد السيوس فإذا فرغت فاستمع إلى ربك فارغب الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي اقتلوا ظاهرك وارفعنا لك ذكرك فإن بعد السيوس فإن بعد السيوس فإذا فرغت فاستمع إلى ربك فارغب الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي اقتلوا ظاهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي اقتلوا ظاهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي اقتلوا ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي اقتلوا ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب الله. سورة الإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الفاتحة الشريفة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن
محمد خليل الله
وسلم إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه الكرام وإلى أرواح مشايخنا وسائر ساداتنا والصديقين الفاتحة. ألا بذكر الله تفرج القلوب يا الله 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 Yeah.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم 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 صل على محمد وعلى آل محمد وسلم على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات، على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات، على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات، صلوات الله تعالى على ملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى عليه وعليه السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين بهم بإحسان وعن الأئمة المجتهدين الماضين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشايخنا الترياتنا الشمندية العلية قدس الله تعالى روحه الزكية ونور الله تعالى أضرعته المباركة وعلى الله تعالى علينا من بركاته وفيضاته الدائمة والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. نهدي ثوابك رأنا وسر ما تلونا وعن القبول منا إلى حضرة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى أصحابه الكرام وإلى أرواح إخوان الأنبياء والمرسلين وخدماء شرائع وإلى أرواح الأئمة الأربعة وإلى أرواح مشايخنا بطريقة النكشمندية العالية خاصة إلى أرواح إمام طريقة الغوث الخليفة جلال الدين النكشمند محمد ويسي وحضرة أستاذنا سيدنا سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد الله الفائز الدهستاني سيد الشيخ محمد ناصر الحقاني وعبد الخالق الوجدواني وأهل ختم الخواجة الكامل وسائر ساداتنا وصديقينا وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأبنائنا وبناتنا وأخواننا وأخواتنا وعمامنا وعماتنا وأخواننا وخالاتنا وإلى أهل العرب وأهل بيتنا وإلى المظلومين السادات والشرفاء والغزاة والحجاج والمعتمرين في برك وبحرك وجوك من أمة محمد عامة أجمعين لهم منا ولنا معهم فاتحة. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واهدنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم وانصرنا على القوم المفسدين. اللهم انصر أهل السنة والجماعة إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر أحباب الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم أمد بعمرنا لإدراك عصر صاحب الزمان سيدنا محمد المهدي عليه السلام. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين
وعافنا وعاف مرضانا ومرضى المسلمين، واشف شيخنا يا ربنا يا الله سيد الشيخ محمد قاسم الحقاني ونحن معه يا الله وكل مريض مؤمن يا الله بحرمة حبيبك المصطفى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أودعنا هذا ذكرنا ومناجاتنا وصحبتنا عندك يا سيدي يا رسول الله، ونحن وديعة عندكم يوم القيامة يا من أرسلكم الله تعالى رحمة للعالمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا بحرمة من أنزلت عليه سر سورة الفاتحة. تقبل الله.